أطباء، الممرضين، رجال الشرطة، عمال نظافة، وحتى الأساتذة. هادو كاملين ساهموا وضحاو بالوقت وبالمال والجهد ديالهم لمحاربة هاد الوباء اللي انتشر في البلاد ديالنا الغالي. إلا حاولنا نشكرهم ونقدموا لهم عبارات الامتنان والرضا على الأعمال اللي كيقوموا بها، فأكيد ما غاديش نقدروا نوفيوهم الحق ديالهم ولو حتى بجزء بسيط منه. كين فيهم اللي ما كيشوفش الأسرة دياله واللي معتكف من أجل أنه يعطينا المعلومات المتعلقة بالوباء في الحين وفي كل لحظة. كين اللي كيصارع للسلامة والأمن ديال المواطنين، وفيهم اللي كيهتم بالأولاد ديالنا وكيواكب معاهم عملية تعلم عن بعد. وطبعا فيهم اللي حاس بأهمية ورقي الدور اللي كيقوم به وكيحرص بشكل مستمر ومتواصل على النظافة والجمالية ديال الأحياء والمدن ديالنا. فالواجب كيحتم علينا أننا نرفع القبعة على هاد الناس ونقدم لهم يد المساعدة إلى احتاجونا، ونديروا بالتوصيات والنصائح ديالهم في مختلف المجالات. وأكيد من خلال التلاحم ديالنا والتعاون والتآزر غادي نجحوا مجموعين في التغلب على هاد الوباء اللي هو في الحقيقة اختبار وامتحان المدى الوعي ديالنا ومدى قدرتنا على التأقلم وعلى مدية العون لكل محتاج فينا. هاد الوباء علمنا دروس وعبر كثيرة، منها أننا حسينا بأهمية الصحة والتعليم في البلاد، وعرفنا قيمة العمل الجماعي والتواصل الإيجابي والتعاون من أجل بلوغ هدف معين. كيف ما قلت في البداية، من واجبنا أننا نقدم الشكر وكل الشكر لجنود الخفاء على هذا العمل الدؤوب ديالهم وعلى كل ما قدموه وكيقدموه في سبيل خدمة الوطن. شكرا لكم.